اتبسطت جدا لما عرفت انك مسافرتيش. انت ازاي كنت عايشه الازمه ديت لوحدك؟ ليه ما قلتليش عن موضوع الحادثه ده؟ كنت بجد هقدر اساعدك. فعلا ساعدتني. انت عارف لولاك باباك ما كانش عمل المستحيل عشان ما باتش في الاسم ليله واحده بس. وانت عرفتي ازاي ان انا ورا الموضوع ده؟ كان باين طبعا، لان باباك كان زعلان مننا قبل موضوع الحادثه. لا يا فريده، ولا انا ولا بابا نقدر نزعل منكم ابدا. انت طيب قوي بجد، انت انسان جميل تستاهل واحده تحبك بجد وتعيش عشانك. وليه الواحده ديت ما تكونش انت؟ أيمن أنا مش عبيطة، أنا شايفاك كويس زي ما أنت شايفني، عينيك فاضحاك بتقول كل اللي جواك. أنا مش عايزة أضايقك ولا أجرحك، مش عايزة أعيشك في أوهام، بس أنا بجد دلوقتي متلخبطة. لو حاسة إني لما بقرب منك بلخبطك ممكن أبعد شوية. لو عايزاني ابعد خالص هبعد. بالعكس، انا ساعات كتير بحس اني وحيده وبحتاج صحاب بجد. ايه رايك نبقى صحاب؟ موافق؟